السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اليوم بيقول How do I use ICQs and CCQs؟ ICQs and CCQs are used to check understanding of language concepts and instructions. عبارة عن أسئلة، نوعين من الأسئلة بنستخدمهم عشان ندرك مدى فهم الطلاب للمصطلحات اللغوية والقواعد والتعليمات. أولاً ICQs. ICQs are questions used to check if students know what to do. النوعية دي من الأسئلة بستخدمها بعد ما المدرس يدي التعليمات مباشرة عشان يتأكد الطلبة فهمت هتعمل إيه. ما ينفعش إن أنا أدي التعليمات مرة واحدة وخلاص، في فروقات في الاستيعاب. فأنا دلوقتي in class I'm going to give instructions. أنا دلوقتي هدي تعليمات ونعمل عليها تطبيق للـ ICQs. Students, in three groups, you are going to do activity number one, page 28. You have 5 minutes. خلاص أنا دي التعليمات، دلوقتي عايز أعمل checking. For example, how many groups? The answer, 1, 2, or 3. Activity number 1 or 2, they should answer right. 3. For example, how much time? Okay, page number 28. These are called ICQs. تاني حاجة CCQs are questions used to check if students understand a concept. دي أنا نوعية من الأسئلة بستخدمها عشان أعرف الطلبة فهموا القاعدة دي، الكلمة دي، الحاجات اللي أنا بشرحها داخل الفصل. خلينا ندي مثال. Okay, if you've asked a student to read someone's daily routine. طلبت من شخص ان هو يقرا daily routine بتاع شخص معين، اوكي؟ ونفترض ان كلمه routine دي هي كلمه جديده. فانت دلوقتي بعد ما يخلص قراءه هتساله سؤال. What's your daily routine? اوكي. If he answers، لو هو جاوب على السؤال ده، then he understands what routine means. هو كده فهم كلمه routine معناها ايه، اوكي؟ فانت بعد ما تديله القاعدة أو النقطة البوينت اللي أنت عايز توصلها له بتسأله عليها سؤال، فدي بنسميها CCQs عشان تتأكد هو فاهم ولا لأ. في نهاية الفيديو وزي كل مرة أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إحنا دلوقتي بس بنذكر بعض، ولكن لو في معلومة زيادة ممكن تضيفها لي مفيش مشكلة، واستنونا في سؤال جديد. والسلام عليكم.